السلام عليكم جميعا، أرجو أن تكونوا بخير. كثيرا ما نرى ممثلا واحدا بأكثر من مظهر في عدة أفلام، فمن الممكن أن يكون سمينا في فيلم ما ونحيفا في فيلم آخر، بشعر أسود في دور وآخر أشقر، وهكذا من التغييرات الشكلية التي يقوم بها صناع السينما. فلا يمكن إغفال الجهد الكبير الذي يبذله الممثلون ومسؤول المكياج، وذلك في إخراج التحولات الجسدية التي يقومون بها من أجل نجاح الدور في الفيلم. وهذا هو حديثنا في هذا المقطع، تابعونا. واحد، كريستيان بيل. لا يمكن أن نتحدث عن موضوع التحولات الجسدية دون ذكر الفنان كريستيان بيل. كانت بداية تحوله في فيلم مختل أمريكي، حيث كان يقوم بدور رجل مختل عقلياً، وعلى الرغم من أن جسده كان غير ملائم للدور، فإنه ظل يواظب على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة 4 أشهر لستة أيام في الأسبوع، حتى تمكن من رسم جسده كما يريد الدور، والذي كان يتسم بالعضلات المفتولة والجسم الممشوق. وبالفعل نجح في ظهوره في الفيلم بالشكل المطلوب، كان هذا في عام 2000. وفي عام 2004 تفاجأنا جميعا من شكله في فيلم الميكانيكي، حيث كان عليه أن يفقد 28 كيلوغراماً زائداً من وزنه، وعندما وصل إلى 54 كيلوغراماً بدا وكأنه هيكل عظمي، وكان ينوي أن يصل إلى 45 كيلوغراماً، لكن القائمين على الفيلم منعوه بشدة خوفاً على صحته. وبعد الانتهاء من التصوير كان أمامه 6 أشهر للبدء في تصوير فيلم باتمان، لكنه استطاع أن يتغلب على هذا الأمر، فإذا نظرت إلى جميع أعماله تكاد لا تصدق أنهم نفس الشخص. فقد مر كثيرا بفقدان الوزن واكتسابه مرة أخرى، ولكن أصعب تجربة كانت له هي دوره في فيلم النائب الذي تم عرضه في عام 2018، والذي حاز عليه جائزة أوسكار عن 8 فئات، منها أفضل صورة وأفضل ممثل. لكن بيل أعلن أنه لن يستطيع أن يتحدى جسده ثانية، وقال إنه يرى الموت يحدق في وجهه. 2. جاريد ليتو. لا يختلف جاريد عن كريستيان كثيراً، فقد اضطر هو الآخر لفقد وزنه عدة مرات، منها دوره في فيلم نادي دالاس للمشترين، لكن في فيلم شابتر 27 كان عليه أن يزيد من وزنه 30 كيلوغراماً تحت إشراف الطبي حتى وصل إلى 90 كيلوغراماً، بينما لا يزيد وزنه في الغالب عن 70 كيلوغراماً، وكان لهذا أثر كبير على صحته، مما سبب له مرض النقرس حتى بات لا يستطيع المشي لأماكن بعيدة، وكان يستخدم الكرسي المتحرك في هذه الآونة. ثم جاء له دور بعد ذلك يتطلب وزنا أقل، فقام باتباع حمية السوائل، وبالطبع كان الأمر أصعب مما يتوقع، وظل هكذا يكسب وزنا ويفقده، وكل هذا يؤثر على صحته بالسلب. 3. كريس برات. هذا الفنان الذي تحول من أبلة في فيلم أندي دواير إلى بطل خارق في فيلم أفنجرز من إنتاج شركة مارفل. عندما جاءته الفرصة للتمثيل مع شركة الإنتاج الكبرى مارفل في فيلم حراس المجرة، كان عليه أن يخسر 27 كيلوغراماً من وزنه عن طريق اتباع حمية غذائية وتمرينات، وقد تمكن من فعل هذا في خلال 8 أشهر بجانب اكتساب جسمه للكتل العضلية، واستمر لمدة 5 أشهر قبل التصوير و3 أثناء التصوير، إذ كان يتمرن مع مدرب محترف قام بتدريب كثير من نجوم هوليوود وهو دافي جابا. 4. كريس هيمسوث. جميعنا يعرف كريس في دور ثور من إنتاج شركة مارفل، لكن هناك أدوار أخرى له ظهر بها بأشكال مختلفة، والحقيقة أن شكله لم يكن هكذا قبل البدء في تصوير فيلم ثور، لذا كان عليه الإعداد للفيلم، فقد تحدى نفسه وبدأ في التمرين واكتسب 10.5 كيلوغرامات من العضلات فقط وأدى الدور ببراعة. ومن الأفلام التي فقد فيها وزنه كان فيلم رش، الذي قرأ السيناريو وأعجب به وكان مصرا على التمثيل فيه، وكانت العقبة هي وزنه الزائد الذي منعه من الدخول في فيلم سيارة السباق، ولكنه استطاع أن يفقد وزنه ويمثل في الفيلم، وبعدها كان عليه أن يكتسب الوزن لأداء دور ثور، وللقيام بدوره في فيلم قلب البحر كان عليه أن يخسر 14 كيلوغراما من وزنه، وكالمعتاد استطاع أن يقوم بهذا بمساعدة مدربين محترفين. 5. جونا هيل. جميعنا يعرف هذا الممثل بأدواره الكوميدية في الأفلام، من أفلامه ذئب وول ستريت، وله أفلام أخرى كثيرة كان يظهر فيها وهو بدين إلى حد كبير، لكنك إن رأيته الآن ربما لا تستطيع التعرف عليه، فلقد فقد وزنه عندما بدأ يؤثر على حالته الصحية،
وعلى الرغم من أنه حاز على الكثير من جوائز أوسكار وهو سمين، لكن عندما يتعلق الأمر بالصحة يتغير الوضع. لا توجد أرقام محددة حول أوزانه، لكن هناك من يقول إنه فقد 50 كيلوغراما، والسر في هذا هو الامتناع عن شرب الكحوليات والوجبات السريعة والحلوى ومداومته على أكل الطعام الياباني والخضروات، بالإضافة إلى ممارسة التمرينات بانتظام كبير. 6. ماثيو ماكونهي. من أكبر الفنانين في السينما الأمريكية، وله العديد من الأفلام الناجحة، وللاشتراك في فيلم نادي دالاس للمشترين كان عليه أن يخسر الكثير من وزنه، مع العلم أننا نتحدث عن رجل يبلغ من العمر 44 عاما، قام باتباع نظام غذائي قاس، فكان يأكل بياض البيض وبعض الدجاج المطبوخ والشاي الأخضر، وخسر من وزنه 22 كيلوغراما، وهذا لم يكن سهلا على الإطلاق، فكان يعاني من الجوع المستمر لكنه لم يستسلم. كان وزنه 82 كيلوغراما وأصبح 60 كيلوغراما مع طول 180 سنتيمترا، لكن كل هذا الألم لم يذهب سدى، لقد حاز على العديد من الجوائز منها أوسكار وجولدن جلوب. 7. 50 سنت. مغني الراب الشهير كورتيس جاكسون، الشهير ب 50 سنت، دائما يظهر كرجل قوي مفتول العضلات. نشرت له يوما إحدى الصور وهو نحيل جدا ولم يستطع أحد أن يتعرف عليه. لقد خسر 24 كيلوغراما ونصف من وزنه، حيث كان يقوم بأداء دور لاعب كرة مريض بالسرطان في فيلم يسمى كل الأشياء تتداعى، وقام بهذا الدور كذكرى لصديقه الذي مات بمرض السرطان في الصغر، ورغم تحذيرات الكثير له من العواقب فإنه كان مقتنعا بما يفعل ولم يتراجع. 8. توم هانكس. بطل الفيلم الذي حاز على شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وهو فيلم كاستاواي، استمر التصوير منذ عام 1998 إلى عام 2000، وقد استغرق كل هذه المدة لأن توم قبل التصوير كان قد اكتسب 23 كيلوغراما، لكن الأحداث تغيرت في منتصف الفيلم حيث إنه ظل وحيدا على الجزيرة، فكان لابد أن يبدو أنحف وشعره يصبح طويلا حتى يبدو كأنه عاش حقا في جزيرة لمدة طويلة، وتوقف الفيلم سنة عن التصوير وتم إطلاقه في عام 2000. 9. جي كي سيمونز. من أفضل الممثلين، فهو دائما ملتزم بأدواره ويتقمص شخصية قدر المستطاع، ربما أنك رأيته في فيلم الرجل العنكبوت مع توبي ماغواير. في عام 2015 حاز جائزة أوسكار لدوره في فيلم ويبلاش، وفي عام 2017 قام بأداء المفوض جيمس كوردن في فيلم جاستيك ليج. كان عمره 61 عاما وقرر الاستعداد لهذا الدور بشكل جيد، ورغم أن الشخصية لم تكن بملامح بطل خارق لكنه قرر الاعتناء بنفسه وذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وساعده في ذلك مدربه آرون ويليمسون المتقاعد عن المشاة البحرية الأمريكية، الذي قال إنه نسي أن جي كي يبلغ من العمر 61 عاما بسبب تفاعله في التدريب وإصراره. شكرا على المشاهدة، نراكم في مقطع مقبل، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.